لو لم يتم تسجيل هذه اللحظات في مكة لما صدقها أحد. إليك أغرب الأشياء التي التقطت في الحرم المكي. لكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بالإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. أولاً، شخص ما قام بتحطيم الزجاج الجانبي الخاص بجبل الصفا، وذلك عن طريق كرسي حديدي، وتم القبض عليه. ثانياً، في هذا المشهد يظهر رجل بحوزته زجاجة مليئة بالنقود، وكان بجوار الكعبة، وبعدها ألقت الشرطة القبض عليه. ثالثاً، يظهر في هذا المقطع شاب إفريقي يقوم بتحطيم المصابيح بجوار الكعبة وهو صاعد على كرسي، وهذا الحدث أيضا أصاب الكثيرون بحالة من الذعر أثناء الطواف. رابعا، في هذا المقطع التقطت الكاميرات شابا إفريقيا يقوم بالسرقة في الحرم، وتمكنت الشرطة من القبض عليه. خامسا، شاب يعرض الزواج على إحدى الفتيات في الحرم، ويقوم بالركوع لها على ركبتيه ليقدم لها خاتم الخطوبة. لكن دعونا نتساءل كيف حدث هذا في الحرم المكي، إنه لأمر غريب جدا. سادسا، يظهر هذا المقطع شابا يقوم بالتدخين أثناء صلاة الجماعة في الحرم المكي، ولكن شاهده أمن الحرم وقاموا بالقبض عليه. سابعا، تظهر تلاميذ سحر وتعويذة معلقة في ستار الكعبة، ولكن أكدت إدارة الحرم أنها أدعية من الزوار. ثامنا، طفل يظهر أمام إحدى كاميرات الحرم بشكل مفاجئ أثناء بث لصلاة التراويح مباشرة. هذا كل شيء لدينا، أخبرونا في التعليقات ما هو المشهد الأكثر غرابة والذي لم تتوقع حدوثه. ولا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. السلام عليكم.